هر سبب ذمي كم أتكيسن كرتوا ويسكب بقتري كرتا أو سيدا أي وحيابه بدن أو سومالي ده حد جود أي قصة من سي أي سجد بقتري ويسكب بقتري كرتا قبل هذا أي مرتدى أنت هاي أما كفرتنا ويسجد آموزي كران مدام يو ويسود وينيان لكن internationally يشروع ده أدونك أنت الله وحي لمتا هاي إتوبيا أو بيدابا سوقة شيء إتوبيا أو جبالان سوقة شيء إثيوبيا كالمين بصوغة شيء وحأي كجد وانتهي مالنتي أي صوماليا تري السفارة داها هلا حيرو مركي هرانا لعو كلين حتى سوح نوارا نحد قلو وحأي هاي الشرعيقة عالم كايض إثيوبيا تحقلين إيسائيني ألاب تيد اللعباتو أيضا مركا أتسابكم نقطي اللبضا ميلودنا الباب كوحدي إني مركا اسكود دي ديني صوماليا لحاجوب هذا وحي إثيوبيا سمين إيسا وشرع الدين إيا أمر دين إيا كتلاب ساسو شروع دا اسكود تحدا للك شاركة arimaha ka dhaxeeya marka waa qof dalka oo kala gobolka mid ah ama qayb kamid ah xuquuq ku haysta ka baxna atiriyad uu ku diidana marka waxay Soomaaliya meelo kale ay arinta la aadi doonta walaal weyn uga markii ay qaraarka Soomaaliya soo jeedisay in labada safaar qusul xiraba in ay Somaliland iyo Puntland ay diidi karaan waa la hubay laakiin Somalia wanted to be on the record Somalia waxay rabtay inay نوتيس بحيثو إني أدونك أشيكتو إني إيقاد أشيكتو إني أويوذ أشيكتو سيدي مركي هربا إم أويوذ أشيكتو إن أخيمتها سيحد قدوب تاهي وقت في عنا يسي سيد تدوي بري سيدا كي هرى سفير كباي أسي سي إتوبي مركا هادي أي تهجن أويوذ واحد قدوب لبعضو لمدة تي إم أويوذ مركا بونت لاني سومالي لا مكوهي كران إتوبيا ديغان نو يقون سريدون سيفر نادان مكابي أنت وقتك دوها أو سببته وحوي لبداس قبل بعد سومالي لاند مرهرة أي يدو شرعي السومالي ودكان فدرال ك مدام أي وعرفت إن سومالي لاند أي كم تاي مرهرة يجيبسي وحيابور إنه يجيبسي إيه موجود أنا كم تاي هذا أنا بنت لامبا كبير تاي لبده بنا وحاي ملك قدر عيان رنتي جفنا أي كوسميين أنا قصيرة تاي قرن مدر سومالي يوالي چيركا غارهان فنتي سومالي لاند واقوبين مددير سوتو سنبا لكن ارنتان بونت لاند ايا اوغوبة مركا وحاولا اسكو دحتا تاي اما اسكو قسمي مقارن مدر كوب اسمي سياسة دا كلف فكرة دا كلف دوان ادل اولي هاي ايو فلاغين تي لفلاغو بي مركا لسكو عدوه بونت لاند فنين كامدا ايا هاي حدي اي منحوين حسي شغن حمود ايا برامس الحمزي عبد البري أرينو ده أي ديتين وحي هيد أيه هو سدي غراء إن أي لمنا قشودان لدق على لمن إسكيليان مكان أي لدق على لمن معني لمر ما لدق تمان لكن عرضه إن إثيوبيا موجي 1990 1991 يوحي كوري وحصومالي دوري أرمن نوع عصو خلاه وعده يقول لك تجيب لك مده فيصل لا أرنت أيام سيجارة إن ده سؤال كذا سوي دين دونا دوالي ما مركان كتكن أرنت قنصلية ده خلافك دولة فدرالك ايو بونتلان هيركو غاروة دوكتهاي مركي دستوركي اي لابدا قولي بار لمانكا سوماليانا انسيحيينا واتي اي بونتلان صوصارتي قو آمو عرماها كالو يمين اي كامل نغدين ان اي حرير اثو بيو كودو واغدين اي سيقارة ولما عاملي سو بونتلان بودلان اي وفود او درتاي إثيوبيا حالات سومالي إثيوبيا نوالا ودوغا ميشا يقارسي سنتهي تلابوين كنو عانا بونتلان إيا مسورين تيو داما من أحدو دو أي قاذين مالاليه كرا وحا أي جلعين كرا نمكا إنا علاقة إيغو أما أي حقل داعي كرا سياسة دي دولد إيا أود دي دولد دي حيا فدرالكا أي قلد دقال ميسي إثيوبيا internationally marka shuruucda adduunka la fiiriyo wax badan uma dhimanso because tib Somaliland oo ka qarawayney ka tafweyney tan Puntland waa waxaynu aragnay meesha ay maanta marayso oo Prime Minister Abiy uu dib u laabay MOU iyo waxyaabo kale oo uu raadinayo akhirtaankana Ethiopia iyo Somalia wada hadalayay isugu iman doonaan waa markii Ethiopia uu qoraytay in MOU dib loo dhigo tan Puntland وحوين ويهد كسو كردين يسمالا آن كاهاي نستاوين دين عبونتلا كادعي فنتي because أرنتا
MOU ده أي توبيو كل ده غدا ليس ومالي لاند أي أهو أتكين أهونا خلاق إبا حاول إنا كنا قنكر لهاي سومالي لكن شروع لي أدونك مركي للاتيك سدي وحي نقطين توبيو دي أفاقة توحينا أو حبال لغا سوق هذا هذا بنت لان أوليس كده إنا كين تموية أوليس إنترناشنال إنا كين سموغي هدانا دي نقوم دبي دلالك أمر مر لحانتو إنا سومالي در مدى كوهنس جيدان إنا أخنتا قعنت سوقين لكن دكا بنت لان بانا قانا وداد وطنيين وداد سفر لماذا يمدني مدى سومالي مددير هرمود كسوها إنه أقولان يعني أملاين ما يروحان شعلها أي أما أي نقوم دون طبعاً أملاين يا إن أرنتني أي فنتي برارك سين دون تدبلنا الصوماليات أو ما نندن دايا أو إن هذا كدي بلا كلا صار دون يا سين تا صوماليات كده كتيرة وحن الصومالية كتيرة نعم ولا الواحد اللي هذا والواحد اللي هذا adversarial politics حزبية أما كوحه siyaasadeed oo wax isku haya ama kursiga raba ama kursiga laga helay ama iyagu haysan jiray marka arimahaasi waa normal waana caadi Ethiopia ka jiraan Kenya ka jiraan meel kasta ka jiraan laakiin waxa Soomaaliya gaar u noqday marka xoogagaas is qabsadaan ilaa waqtigii 1980s-kii dawladdii hore burburtay in dal cadu ah oo constitution-kiisa ma aha laakiin xeerkiisa arimaha dibadda siyaasadeed ay ugu qoran tahay ilaa 60-kii markii Soomaaliya la abuuray in dal Soomaaliya la yiraahdo inaanu ka hana qaadin geeska Afrika iyagoo arintaa og in marka la isqabsado ay u tagaan Ethiopia waxay ku noqonaysaa saad sheegtay adiguba dandarin inay ku keento dawladnimadii iyo dalnimada Soomaaliya arada madaxweynaha Puntland iyo maamulkiisa ee dawladda federaalka ku wajahan madaxdooda ma ahayd aad leedahay jawaabteedu inay noqoto tilaabo noocan ay Puntland qaado garow la yiraahdo calankii ee Soomaaliya bartamaheeda waa laga dejiyay xoogana la saaro sidii Ethiopia loo soo dhaweysan lahaa imaaraadku si arintan lugma ku leeyahay aad leedahay markaad eegto ما راح تبون تلاقي حريرك على اللي حي إمارات كعربتها هي إثيوبيا إنتبه. أنا بقول ما هو برضو إن أي كان كل ليهين أهمتن كارهان إن كل بس سومالي أي قصيان إثيوبيا أي قصين سودان أي قصيان شار أي هذا كان تلا جلين ويشيرتا بس سومالي إن كبح سنتي أملاين ماي لكن أهمتن هذا أي مكان تقاهم ولي واحد معلومات كما هيو hasa ahaatee markii ugu horeysay maaha waxay arrintan ku tusaysaa in wadaniyadii iyo midnimadii Soomaaliya ee la yegleelay 1940s-kii SYSH oo reer Puntland xoog weyn ay ka ahaayeen in guditaan iyo oomanaani ay ku timid oo uu soo gabagaboobay ama gaabis u ku yimid wixii aynu oran jirnay midnimada Soomaaliya iyo wadaniyadda Soomaaliya maanta cid hatta lagama xishoodo in Soomaaliya la kala jiito oo cadawga loo kala jiito oo dibadaha lagu kala shiro runtii waana arrin dawo u baahan dawadeedana dee hadda meeg halka kama keeni karno laakiin arrin la yareysta ma aha mar hore ayuu ku duntay walaal arrintan oo kale Soomaaliya anigu 2012 baa maqaal dheer oo qoray waxaan ku tilmaamay saddex adin aqoonyankeedu inay burburiyeen Soomaaliya wixii loo oran jiray waa aqoonyanka Somaliland, aqoonyanka Puntland iyo aqoonyanka South Somalia ama Muqdisho iyo Galmudug. Saddexdaas aqoonyani xabashada u tagay baa horta dumiyay Soomaaliyadii hore. Maanta laba ku haray labada inaan ka soo celinno weeye. Waayo qoladii hore waa ka hadhay labadaas Puntland iyo Somaliland waxay dooni ha sameeyaan hala gorgortamaan dowladda dhexe hala jeexjeexaan xataa ay yiraahdaan gooni baa isku taageynaa laakiin in Ethiopia ay adeegsadaan waxaas leeyahay wixii ay soo dhiseen 1943 oo SYSH ay yegleelkeedii bilaabmay ilaa burburkii 90-kii inay haddana lagu celiyaa waa khalad ummada Soomaaliyeed laga geliyo taas kama dhigna ma qabaan gucasho labada dhinacba Puntland gucasho qabi kartaa Soomaaliland gucasho weyn bay qabtaa in ay muqdisho iyo dowladda federaalka la gorgortamaan sidii korodan waa xal in ay la raadiyaan laakiin in Ethiopia lagu cararaa waxaanu arkaa wax Soomaaliya oo yimid ku noqday cid kaloo samaysa ma jirto xataa mucaaridka Ethiopian waxaan ku kari weynay inay xamar yimaadaan marka madaxweyne Dani tilaabada uu qaaday isaga maamulkiisa waxaad leedahay
وهاي هيد مت قطر أه أو قلد وينك واه أنا قف في سلهان مبدأ أيجا سدان قبو إيه سدان تاريخ الصومالي ده أو أقانو it's completely wrong وخلد مدحوين الدني وانن سد ديمقراطية ده لو دورتي هدي أو أرنوب عشاء قبو إن أو سي ولا التنمو أو صومالي نمو إسي مدحوين حسن محمود أي سكو تشي تشي تان عدي لكالا سلفانين لكالا سفتا وحر كيده لكن إن عدو با أدارك تيسي شباب إنه قيبة إذن الصومالي ولقوا إنه أُجِدنا إنه أُجِد أُسو أُجِدنا إنه أي سمينا يان إن كانت لوج اللي أود كلا الصومالي كم يجحابيه ده كتاب كوشي يعني سحته يانو ما كرنا ما هري دونات لين هاي مملكة بونتلان جوان كان أي قاتن إثيوبيا هذا أت شكتي يقولوا وين يان فإذا ما كهلي دونا سلالة مسوح الله هذا هو يكون قصار الدونان وحين قدوا أن تربط أيك سلام ولا الأبسل اللي وحي كهلي يعني مشفت إتو بيمان تأي شلي أتسامر ده 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 أي قلة فانو كده قال لما يسا World Bank يا IMF أوس بكتاعين يبقى قالا إتو بي صدق ده قبل أبوه وين تكرة بحارة إي أرم وادمين وقول سيد جوار محمد ونن أرم وده مرح كان مدها وشيغي وقال كنت تكبدن ورمو كلية وحسبينه كتيرتا أتصابا مغالوين كأغار كيدي شغر ستي ليدا ويغار كأتصابا صدن كن ورمو أبا كحيرم ما هدلك كلا صدن كن ورمو من كمانت إتوبية وحكر رادينية يعني إلتا هاي تاريخ الصومالي دينا ميقان تاريخ إتوبية ميقان جبوتي إيرتيري إنا وحكر راديسو أيا كردب يرمان كان مغعفي عن سحقة إثيوبيا نتكرر هذا سو إثيوبيا مبدئ إيه سان مرة شيء وحوي تلسو ما هنقطة بنتلان أما سومالان هنقطة أما سومالين تكلها هنقطة إثيوبيا مبدئ إيه كوارد فورين بوليسي قد وحوي إن دل سوماليات أما سومالي شيء أنا يعني أنا جيس كافك قوات كان منا قريانا في الدراسة وعي دينا أكلم مركز تو ما مقبلت ذكله أركود إثيوبيا أيا ولي كله قلسي ذا كون فرق البيضة كله أدوك تهيني مدحتو يدي يري دي دي أمان كإيل عليا حل الدورشة أيانا نقوس وجهان أو ما مولادو حل يدي اللو قبتين أي دورشة قبتان أي أدو حكوم وقتا إن سورة قلتها إن ما مولادا قاركوت إيانا أي مران وددا سي أوكالي هو قمياشو دو أي صاحب أما حرير قلاصة ميسان أيان إثيوبيا آه ويدعي كرتا وعرسل بقشادة سنة الصومالي بدن بالكوتشرتا ساود ويست وكلياتون هيك الميدوغا لغا بقانا يا جوبالان بلغا بقانا يا ريماها كودو ولا أومانان أما وطنياتي الصومالي لماذا أيا قبي وهل أنه دا يتديو شخصي كلوية رنت الشخصي أي كلوية انتهي ويلا تقول هذا الشيء سوقفك ماذا حكا إنه ماذا حني ماذا كرسي هو أيا كلوية إن ودلك الصوماليات ولا يقلي لي 1943 هذا كيسة لحد كين حروري مدنا إن السدا هو هذا سد إثيوبيا بمدته حتى أيد إثيوبيا دول صوماليات هاي سطح بعد ذلك الشخصيات كأشياء جيسة قبل ضعي هاي ستان واحد كله وين أرنت الشخص جاي يا كرسي جاي مدعى إن وتأكل أيوة من مدعى أيوة دلك كيسة مركا وادع كرتها كويس شذا سلوا كرتها وأنا مفيرين دولنا ده واحد كيما أقدام بنتي dadoyin kana marka aad eegto madaxda dawladda federaalka Soomaali ee ugu horeeyay madaxweynaha Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud maxay taas leedahay tilaabooyinka la gudboon si looga fogaado in ay Soomaalidu dib minimadeedu u soo celinaysay ay markala si kale fogaadaan sax horta arinta wasiir kharajiga lama gaabay laba arrimood oo daruuri ah ayaan u maleynayaa inay kor taagan yihiin takowaad waa arrimaha ka hadlayno ee ah taakulaynta iyo ilaalinta qaranimada Soomaaliya gaar ahaan arrimaha ku wajahan dhanka Ethiopia that would be waxaan u maleynayaa badal xishay soo socda arrimaha ku mashquulan doona wasiir Axmed Axmed Soomaaliya arrinta labaad ee la rabo in uu ajandiisa ku darsado xawayn sababtoo ah sano ee dalku burbursanaa ay aga badan baa burburay hay'adaha aad u burburayna waxa kalka arrinta أرمات تبدأ حتى دوكمنتي جيني ميل ميالو حتى هدفكي لهان شفتي أرمات تبدأ
meel lagu hubsado way yartahay markaa in institution ahaan uu soo dhiso inta uu meesha joogo iyona arrinta hortaalay noqonaysa. I think arrintan weyn ee isaysashada runtii anigu waxaan isleeyahay uun siyaasadan la yidhaahdo adversarial politics oo xisbiyaad ama kooxo iska soo horjeeda oo danley siyaasadeed ah laba sibay dhacdaa. Haddii aanay isku dulqaadan oo inta ay sida gaal iyo muslim marka hore u xisaabtamaan marka dambe aanay isku footin dalku ma dhismo. 1978 markii inqilaabkii dhacay la fuulan ku jiray, haddii markaa inqilaabku dhacay dib loo wada hadli lahaa, haddii markay SNM iyo SSDF iyo baxsanayeen la wada hadli lahaa, waxaan u malaynayaa heerka la gaaray lama gaarin. Taladu waxay tahay siyaasadan dalleydu iska soo horjeedaa daruur weeye in had iyo jeer waxay isku qabtaan constitutionka la isku qaban karaa, bajetka la isku qabsan karaa, sharciyo dambe oo hadhow la soo jeedin kara ayaa la isku qabsan karaa, cidda madax ka noqonaysa dowlad goboleedka ayaa lala kala safan karaa, oo madaxweynuhu ajend u leeyahay oo dad buu rabaa, dadka kale ee meelaha u carreeyna dad kale rabaa. Laakiin tan soomaalida u gaarka ah walaal haddana kusoo celinaya waxa weeye, waxaan la kala saarin adversarial politicsigii laysaga soo horjeeday iyo kala gogasha la kala raranayo ee sidii geeljirihii la kala guurayo. Geeljirada soomaalida markay laba murmaan ama wax isku qabtaan kala guura, tii baad moodaa in la hayo, tii baa waxa weeye haddii laba arrin la isku qabsado qolaa kol laba guureysa, taasna dalku ma dhismayo. Marka in la fahmo adversarial politics oo dalleyda siyaasaddu waa daruuri inay isqabtaan. Taa wax weeyaan yaan lala yaabin haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Deni ay isqabtaan, yaan lala yaabin Qoqor iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay isqabtaan. That's natural. Laakiin waxa aan natural lahayn in la kala guuro. Marka waa inay naaxinaa, siyaasiyiintu waa inay naaxiyaan goobta u dhaxaysa ee labada qof isugu iman karaan si aanay labada qof u kala guurin sidii geeljiray haddii kalese dowlad iyo dalmo dhismayo.